نعم، أثناء المعارك المستمرة بين الجيش الوطني والميليشيا في مديريات مختلفة من محافظة الجوف، أولى تلك المديريات مديرية خبو الشعب التي ما تزال تشهد حتى اللحظة معارك عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا، تحديدا في منطقة العرفة، هذه المنطقة التي تم السيطرة على بعض تبابها التي كانت تتمركز فيها الميليشيا وتعيق تقدم الجيش الوطني بعد تحريره مناطق كبيرة داخل المناطق الصحراوية هناك، تحديدا بعد تحرير منطقة اليتمة والمهاشمة. استطاع الجيش أن يتقدم باتجاه الغرب باتجاه جبهة العقبة، هذه الجبهة التي تبعد عن مركز المحافظة بحوالي 10 كيلومترات فقط، ما يفصلها عن مركز محافظة الجوف مدينة الحزم. تقدم الجيش الوطني في محاور عدة، استطاع أن يؤمن الخط الدولي الرابط من منطقة الأجاشر التي تقع بالقرب من منفذ البقع الدولي إلى 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 أن وصل إلى منطقة المهاشمة، وقطع إمداد وتعزيز الميليشيا التي كانت تتخذ من هذا الخط الدولي إمداد لشبكاتها المختلفة سواء في صبرين أو في الخنجر أو في شبكات عدة داخل محافظة الجوف تحديدا في مديرية خبو الشعب. نعم علي، بالحديث عن سيطرة الجيش على الخط الدولي الرابط بين الجوف وصعدة والسعودية وتأمينه، ما هو الوضع هناك في الوقت الراهن؟ كما أسلفنا في الحديث أن الجيش الوطني استطاع أن يحرر قرابة 45 كيلو من الجيش الوطني بدءا من منطقة الأجاشر البقع ووصولا إلى المهاشمة. عسكريون أكدوا أنهم وأن العملية العسكرية ما تزال مستمرة وأنهم سيعملوا على تأمين الخط الذي يربط مدينة الحزم أولا بصعدة وأيضا بالمملكة العربية السعودية، وأنهم بصدد استكمال تحرير كامل الخط الدولي كي يتسنى للجيش الوطني وأيضا لمنفذ البقعة الدولي أن يفعل من جديد وأن يأخذ مجرى أن يأخذ سير عمله من جديد بعد أن توقف لثلاثة أعوام نتيجة الميليشيا التي كانت قد سيطرت عليه ومن ثم تم تحريره من قبل الجيش الوطني. المعارك ما تزال مستمرة حتى اليوم. هناك قبل قليل أكدت لنا المصادر العسكرية من الميدان أن هناك تقدم كبير بعد أن سيطرت قوات الجيش الوطني على مناطق بعد منطقة العرفة. هناك هم على مقرب الآن من سوق الثالوث، هذا السوق الذي يعد استراتيجي كونه أيضا يطل من خلاله على مديريات برط، ما بعد هناك مديريات برط، هذه المديريات التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيا، وبقطع أو بتجاوز هذا السوق ستكون قوات الجيش الوطني قد حققت الكثير وستقطع خطوط الإمداد أيضا القادمة من مديريات برط المراشي وعنان وبرط أيضا رجوزة وغيرها من المديريات التي ما تزال الميليشيا تسيطر عليها. إذا ما تم السيطرة على هذا السوق أيضا ستكون جبهة الخنجر التي تقع في الغرب من أو عفوا في الجنوب منه، ستكون هذه الجبهة مضيق الخناق عليها، بالإضافة إلى جبهة صبرين التي ما تزال تستخدمها الميليشيا كترسانة للسلاح وأيضا تستخدمها كتعزيز وإمداد قوي لإعاقة الجيش الوطني في مناطق كثيرة داخل خبو الشعب التي صار الجيش الوطني يسيطر على ما نسبته 90% منها. نعم علي، كانت الميليشيا تعتمد على الخط الدولي في إيصال الدعم العسكري لجبهاتها، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي لحق بها بعد فقدانها السيطرة عليه. صارت الميليشيا الآن عاجزة عن إيصال إمدادها إلى مناطق كما تحدثنا إلى الخنجر وصبرين. استطاع الجيش الوطني أن يغتنم كثير من الآليات العسكرية وكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منصة صواريخ كانت تابعة للميليشيا. هناك تحدثت إلى ضباط عسكريون أكدوا لنا حقيقة أنهم أن لديهم نوايا لاستكمال تحرير هذه المديرية رغم الصعوبات التي تواجههم هناك في المناطق الصحراوية، إلا أن لديهم نوايا حقيقية لإنجاز، بالإضافة إلى التحالف العربي الذي يكثف غاراته لاستهداف تواجد الميليشيا في مناطق مختلفة من خبو الشعب. كذلك قوات الجيش الوطني تحديدا رئاسة الجمهورية كان لها حضور فاعل في هذه المعارك، تواصلت بشكل مباشر مع تقدمات الجيش الوطني داخل مناطق مختلفة في جبهة اليتمة ومرورا بالمهاشمة
وغيرها من المناطق التي استطاع الجيش الوطني أن يحررها. أيضا هناك الأفراد الجيش الوطني رغم إمكانياتهم الضئيلة ورغم أيضا انقطاع رواتبهم لستة أشهر، لكنك تقف وأنت بجوارهم تشعر كما لو أن لديهم صلابة كبيرة جدا ولديهم نوايا حقيقية لاستكمال تحرير اليمن واستعادة الدولة المخطوفة التي ابتلعتها الميليشيا وللوصول أيضا إلى أهاليهم في المناطق البعيدة. نعم علي، من خلال يعني زيارتك للجبهات ومرافقتك للمقاتلين، ما هي الصعوبات التي تواجه تقدم الجيش والمقاومة؟ كما هو حال الميليشيا دائما تعمل على زرع مساحات كبيرة من الصحراء وأيضا حتى في المناطق الجبلية، لكننا في الحديث عن مديرية خبو شعف هو يأخذنا إلى مناطق صحراوية كبيرة جدا، تعتبر هذه المديرية ثاني أكبر مديرية محافظة الجوف، بالإضافة إلى كونها أيضا ثاني أكبر مساحة في الجمهورية اليمنية. الميليشيا عملت على زرع مساحات كبيرة منها بالألغام، وبالتالي يواجه أفراد الجيش الوطني كثير من المعوقات نتيجة هذه الأحزمة الملغمة التي تعمل على نصف قوات الجيش الوطني. هناك ضحايا طبعا سقطوا في المواجهات بالغام وأيضا باشتباكات مع الميليشيا، وهناك أيضا سقوط كثير من الضحايا في صفوف الميليشيا بالإضافة إلى أسرى من الميليشيا. الذي يعيق تقدم الجيش الوطني تحديدا هو كما تحدثنا الألغام المزروعة داخل مناطق الصحراء، والتي عملت الميليشيا باستراتيجية كبيرة إلى درجة أنها تعمل على ربط شبكات طويلة المدى وشبكات تستطيع أن تقول إلى 60 كيلو أو إلى 60 لغم أرضي تزرعه خلال شبكة واحدة، تعمل على تفجيره بشكل أحادي وفي ذات التوقيت ما يهابه الجيش الوطني. لكن هناك فرق هندسية تابعة للمنطقة العسكرية السادسة، وهناك أيضا فرق متكاملة تم دعمها من قبل التحالف العربي، وأيضا تم إعطائها كل آلياتها التي تستخدمها من قبل قيادة الجيش الوطني، كلفتها بنزول الميداني ورفقت الجيش الوطني خلال هذه العملية العسكرية، وما تزال تنزع الألغام المزروعة والتي كانت تريد الميليشيا إعاقة الجيش الوطني من التقدم. نعم، مراسلنا علي الجرادي من مأرب، شكرا جزيلا لك.